السلام عليكم، معكم المنتصر. أنا في رحلة إلى مدينة ورزدت، لاحظوا معي هنا سبحان الله الأحجار، يعني لونها أو شكلها كده ما تدلش على أساس أن هناك طبيعة، ولكن ننظر إلى هذه الجهة سبحان الله هذه منطقة ولاد مرزوق، منطقة ولاد مرزوق. انظر إلى الأشجار والطبيعة، هناك واد، جميع يعني الأمور، الفواكه موجودة تقريبا هنا، العناب، اللوز، يعني الكرموس، يعني التين. انظروا سبحان الله العظيم، بعض الصور قمت ب يعني تصويرها وانا في الاسفل هنا، يعني العناب الى اخره، ولكن لاحظوا معي هنا، يعني اذا كنت من بعيد فانك لن تلاحظ هذه الطبيعه انها موجوده هنا، لان هنا فقط احجار وجبال، يعني بها معادن، يعني جبال، يعني الحجر الذي فيها يعني به سواد اسود. انظر، ولكن بين هذه الجبال، يعني أسفل هذه الجبال، هناك طبيعة سبحان الله العلي العظيم، وتتميز بوفرة المياه. نزلوا لتحت، يلا نزلوا إن شاء الله، ندير تصاور تحت.